يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض شوربه الفراخ بالطريقه الايطالي، وبعد كده هنعمل تمر بالصودا. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من صدور الفراخ متقطعه مكعبات، عندي بقدونس، مرقه، كريمه، دقيق، اوريجانو، بابريكا، طبعا ملح وفلفل، عندي هنا شويه من زيت الزيتون والزبده، وبالنسبه للخضار عندي جزر وبصل وكرفس وشويه من الثوم المفروم. طيب على طول كده نرفع الحله بتاعتنا على النار، هاخد الفراخ هديها تتبيله كده سريعه، هنزل بالملح والفلفل الاسود، ننزل كمان شويه من البابريكا، هاخد الزبده هنزل بيها تبتدي تسيح، وهنزل بشويه من زيت الزيتون عشان ما تتحرقش، ندي فرصة كده للزبدة تسيح. هنعمل ايه؟ هنشوح الفراخ الأول، نديها كده اللسعة بتاعتها، وأول بس ما تغير اللون اللي هو الزهري بتاعها هنبتدي ننزل معاها الخضار. وأنا محضر هنا المرقة بره، ممكن نعمل كده زي ما أنا عملت وندوب المرقة في المية السخنة وبعد كده ننزل بيها، أو نستعمل مية باردة ومكعبات المرقة. هنا احنا مستعملين تقريبا 3 مكعبات. خلاص الزبده ساحت، بديها فرصه كمان تسخن شويه عشان ننزل بالفراخ. بدي كده تقليبه بدي فرصه للفراخ بتاعتنا تتحمر شويه في الزبده. طب ادينا كده تحميره سريعه للفراخ، زي ما احنا شايفين خلاص اللون اهو بتاعها الزهري ده راح خالص. هنزل على طول البصل، الثوم المفروم، الكرفس، واخيرا الجزر. هدي الكلام ده تتبيلة، ننزل بالملح، فلفل اسود، هنزل بالاوريجانو، وشوية من البابريكا. لو عايزينها تبقى سبايسي شويه ممكن نبدل البابريكا دي بشطه، ونقلب بقى الكلام ده كويس قوي. هندي بقى الكلام ده تقريبا كده 5 دقايق نقعد نقلب فيه لحد ما يبتدي الخضار يتبل معاه. ممكن هنا نزود شويه من زيت الزيتون، مش كتير يعني، رشة كده. طيب الخضار دبل اهو، نبتدي بقى ايه نبني الشوربة. عندي هنا شوية الدقيق، ونقلب كده ونخلي الدقيق يتحمر مع الخضار شوية، نقلب كده لحد ما منبقاش شايفين خلاص الدقيق، وهنلاقيها لزقت في بعض عجنت كده شوية، اديها فرصة تتحمر بس ثواني. أنا بقى هنزل بالمرقة، هنسيبها تغلي، وبعد كده في الآخر هديها تاتش من الكريمة. دي بقى حاجة لو مش حابينها ممكن ما نعملهاش، حابينها أتقل كمان مش كريمة طبخ، ممكن نستعمل كريمة الخفق الويبنج كريم هتقلها أكتر.
هنزل بالمرقة. ندي الكلام ده تقليبة كويس. عايز اقعد اقلب، عايز افك اي حاجه ربطت مع بعض لما نزلنا الدقيق، فنقعد بس ايه دقيقه كده بنقلبها ونعكس. حلو قوي. هغطي على الشوربه بتاعتي، ليه؟ لان انا مش عايزها تتقل عن كده، فمش عايز حاجه تتبخر، فهنغطي. لو كنا مستعملينها عايزينها تتقل شويه ممكن نسيب الغطا مرفوع. خلوني اطلع اخطف فاصل كده في السريع، على ما نخلص الغلوه دي نرجع نضيف الكريمه ونقدمها ونعمل على طول المشروب. ما تروحوش في حته. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل حطينا الشوربه بتاعتنا تغلي، تعالوا كده نبص عليها بصه. سيبناها 10 دقائق تقريبا بتغلي كلها مع بعض. حلو قوي. ندي تقليبه كده وهنزل بشويه من البقدونس. وهنا بقى هننزل بالكريمه. قلب كويس قوي. نديها فرصة تغلي كده على ما نخلص المشروب بتاعنا. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل تمر بالصودا. عندي هنا شوية من التمر، شوية من التلج، شوية من السكر، ودول هنضربهم مع بعض حاجة زي السمودي كده، وبعد كده عندنا شوية من الصودا. على طول هنزل مكعبات التلج، سكر، التمر هندي، عايز اجرش دول الاول مع بعض. عظيم جدا. شليموهاتنا ونبقى عملنا تمر هندي بالصودا. تعالوا بقى نروح نبص بصة على الشوربة بتاعتنا اخبارها ايه. نبصوا بقى الشوربة بقت كريمي ازاي. نجيب طبق التقديم نرفع الشوربة. بصوا بقى مليانه بالخضار، واخده كمان التكستشر الكريمي، فيها الصدور بتاعه الفراخ. شوربه بقى خطيره. لو كمان عندنا ريحان مجفف مع الاوريجانو هيبقى فكره برده كويسه قوي. حاجتين كمان. عظيم جدا.
نبقى عملنا مع بعض شوربة الفراخ بالطريقة الإيطالي، وعملناها مع التمر الهندي بالسودا، ونبقى كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. أشوفكم الحلقة الجاية، متنسوش تحبوا بعض. رمضان كريم، سلام عليكم.